بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في التوتوريال ده هبتدي نتكلم عن تب بسيطة جدا ولكن هي مهمة وهتفيدك لما بتشتغل مع الديتس. طيب نفترض دلوقتي إن إحنا عندنا في ديت وتايم أنت عايز تتعامل معاه من خلال اللارافيل. فدلوقتي أنت أكيد الأسهل لك إنك ما تطلعش نفس الفورمات اللي موجودة عندك في الداتابيز لليوزر، لأن هو مش هيكون سهل إن هو يقرأ أو إن هو يفهمه. فعلى سبيل المثال عشان خاطر نفهم حاجة زي كده، خلينا نروح على الهوم كنترولر. لما دلوقتي انت بتعمل لليوزر دوت لوجن، بتعمل له ريدايركت اوتوماتيك على فين؟ على الاندكس. فدلوقتي الاندكس ديت انت بتقول له ريتيرن فيو بالهوم. طيب انا دلوقتي هاجي هنا وهعدل تعديل بسيط على المكان ده، هقول له ايه؟ هقول له يوزر اب اليوزر وير اليوزر نيم، وبعد كده اقول له اوث يوزر هات لي اليوزر نيم. فدلوقتي انا لو جيت هنا قمت قلت له داين دمب بالاوث يوزر وهات لي اليوزر نيم بتاعه، تعالى كده نشوف دلوقتي هيطلع لنا ايه. طبعا ما تنساش ان انت تستخدم السبورت فاسادز اوس. طيب تعالى نرجع هنا، وبعد كده تعالى نعمل دلوقتي ريجستر. طيب هتلاقي دلوقتي ان هو بيطلع لك فعلا النتيجه بتاعتك ايه محمد. طيب هو دلوقتي بيشتغل بالاوث، اشمعنى او هل ينفع ان انا فعلا اشتغل بالاوث هنا؟ ينفع. ليه؟ لان هنا مكان دوت ميدل وير بالاوث، فبالتالي انت عمرك ما هتوصل للمكان دوت غير لما تكون معاك اوث. فدلوقتي لو نفترض مثلا ان انا فكرت ان انا اعمل نعمل ريدايركت باك، تعالى دلوقتي نعمل ريفريش. طبعا انت دلوقتي ايه لوجد ان. لو فكرنا دلوقتي ان احنا نروح على الهوم ونشيل بس ده، خلينا نشيل ده، وتعالى دلوقتي نعمل ريفريش هنا تاني، وتعالى دلوقتي نعمل لوج اوت، وتعالى نروح على الهوم، هتلاقي ان هو هيعمل لك ريدايركت على اللوجن. فبالتالي انا حق لي ان انا اشتغل بالاوث هنا، مفيش اي مشكله، وهقدر ان انا اشتغل بيه عادي. فدلوقتي انا بقول له هات لي الفيرست الداتا اللي هتطلع لك من الداتابيز، ابعتها لي على المكان دوت اللي هو الهوم. طيب نيجي على الهوم ونكتب دلوقتي ايه اليوزر، يوزر نيم، مفيش اي مشكله. ممكن اجي هنا بقى دلوقتي اقول له باراجراف تاج، ونقول له مثلا بلس، اقول له مثلا تكست انفو او تكست برايمري، وبعد كده اقول له مثلا دلوقتي ايه يو جوينت، وبعد كده اقول له دلوقتي نقول له اون، وبعد كده نكتب هنا اهو اليوزر وهات لي الديت اوف بيرث. تعالى بقى كده دلوقتي نرجع هنا، وتعالى دلوقتي نعمل لوجن تاني، هتلاقي دلوقتي ان هو بيقول لك ايه، بيقول لك يو جوينت اون الوقت دوت. بس اكيد هو شاف 1970 ديت ومش هتكون افضل له من ان هو مثلا نشوفها زي الفيسبوك، انه مثلا يقول لك 1 مينيت اجو 2 مينيتس اجو، ده هيكون اسهل له بكتير جدا. فانا ممكن اجي هنا دلوقتي واقول له مثلا ايه، واقول له ديف فور هيومنز. تعالى كده دلوقتي نعمل ريفرش، هيطلع لي ايرور يقول لك دوت سترينج مش هينفع ان احنا نشتغل بيه. طيب تعالى كده نجرب نقول له كريتد اد ونبص، هتلاقي ان هو قبل ان هو يشتغل بدي بس ما قبلش ان هو يشتغل بالثانيه. طب اشمعنى؟ لارافيل بتقدم لك الكربون، بتكريت لك كربون انستانس، وانس ان الداتا بتطلع من الداتابيز بتبتدي انها تعمل لك انستانس من الكربون. الكربون ده عباره عن ايه؟ عباره عن سمبل بي اتش بي اي بي اي اكستنشن للديت تايم، يعني اقدر ان انا اتعامل مع الديت تايم بكل بساطه من خلالها، ودوت التارجت اللي احنا عايزين نعمله عشان خاطر نتعامل مع اليوزر او نديله ديت يكون اسهل ان هو يقراه. فبالتالي انا بتعامل مع الكربون. لو جينا هنا دلوقتي قمت قلت له فار دمب على الكريتد ات، وخلينا نشيل الكلام ده وتعالى نرجع هنا دلوقتي ونعمل ريفرش، هتلاقي ان هو بيقول لك ايه اوبجكت اوف الكربون. لو جينا دلوقتي قمنا قلنا له ديت اوف بيرث، تعالى نبص، هتلاقي بيقول لك ايه ده مجرد سترنج عادي. فبالتالي الكربون ما بيتعاملش مع السترنج العادي، وهتلاقي ان هو عشان كده طلع لك الايرور اللي كان قبل كده اللي هو بيقول لك ايه كول تو الديف فور هيومنز اون سترنج، ودوت مش صح. فرقت الفكره دلوقتي. لارافيل دلوقتي بتقدم لك ان انت وانس انك بتطلع الداتا من كولن الكريتد ات والابديتد ات، بتعمل لها انستانس من الكربون. والفايده من كده ان انا بيبقى عندي اكسسبيلتي على ميثودز كتيره جدا من الكربون، اقدر ان انا اشتغل بيها زي الديف فور هيومنز. فدلوقتي انا هعمل ايه؟ هقول له دلوقتي ديف فور هيومنز تاني، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشيل الفار دمب ديت طبعا، وبعد كده خلينا نروح على اليوزر، وهاجي هنا واقول له ايه؟ هقول له بروتكتد، وهقول له الديتس. كده انت دلوقتي بتقول له هنا ايه؟ بتقول له الحاجه اللي انا هحطها لك هنا هتكريت لها انستنس كمان مع الكريتد ات والابديتد ات. فانا هقول له دلوقتي لو سمحت حط لي الديت اوف بيرس مع الحاجات اللي انت بتكريت لها انستنس من الكربون. تعالى دلوقتي نرجع هنا ونعمل ريفرش، هتلاقي دلوقتي فعلا بيقول لك ايه 46 years ago، الراجل دوت زمانه اتدفن غالبا. دلوقتي احنا قادرين ان احنا نشتغل بالكربون مفيش اي مشكله. ممكن مثلا احنا كنا نيجي وعندنا اكسسبيلتي على ميثودز كتيره جدا هنا، مثلا نقول له الايدج، هات لي الايدج بتاع اليوزر دوت، ونيجي نعمل ريفرش هنا، طبعا يقول لك ايه 46، طبعا مش هنقول له جويند اون بالمنظر ده، طبعا هنقول له بالمنظر ده.
عشان بس جراماتيكال. وبعد كده مثلا نقول له your age is، هتلاقي دلوقتي انا بقول لك your age is كذا. ممكن احنا نشتغل مثلا تقول له to formatted string، أو أقول له to formatted date string بالمنظر ده. تعال دلوقتي نعمل refresh، هتلاقي دلوقتي ان هو بيقول لك ايه November 11 1070. فدلوقتي الفكرة ان احنا ممكن نتعامل مع الكربون اي ميثود موجودة جواه هنا، عشان خاطر احنا دلوقتي كريتنا نيو انستانس من الكربون طالما احنا استخدمنا الديتس دوت. طيب ديت كانت تيب بسيطة جدا، ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي نتكلم عن تيب تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.